أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف قرارا بنقل عدد من مديري الأمن في عدة مناطق. شمل القرار تكليف كل من العميد صادق اللواطي مديرا لمديرية أمن جدابية والعميد عادل العرفي مديرا لمديرية أمن بنغازي والعميد سلام ماضي مديرا لمديرية أمن المرج والعقيد صلاح هويدي مديرا لمديرية أمن سلوك جيمينس والمقدم خالد المحجوب مديرا لمديرية أمن أوجلا شخرة. كما نص على تكليف العميد عثمان علي مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ والعميد السيد بالحاج مديرا لمكتب الشرطة الجنائية الدولية على أن تشكل لجنة استلام وتسليم بين الضباط المكلفين وفقا للقوانين المعمول بها.